بسم الله الرحمن الرحيم. معكم الكاتب العام للاتحاد المغربي للشغل قطاع الإغاثة والجر. هذا الإضراب اللي درناه كان 72 ساعة قابلة للتمديد، والهدف ديالو هو هذا الغلاء اللي المهول ديال قطاع المحروقات. وإلا كان قطاع المحروقات باش يعرف المستمع الكريم، راه المحروقات إلا كانت غالية كتغلي السلع كاع الأساسية، المواد الأساسية كلها كتمس. فقطاع النقل اللي هو قطاع حيوي وما كتدعموش الدولة، قررنا باش نوقفوا هاد الوقفة هادي احتجاجا على القرارات ديال الحكومة. راسلناها قبل هذا الاضراب، لان هذا الاضراب ماشي في صالحنا، ما جيناش نديروا الاضراب من اجل الاضراب، لحقاش ماشي وقت الاضراب هذه. والمغرب يلا خارج من هذه الجائحه ديال كورونا، ومازال عاوتاني الشح في الامطار، قلت الامطار، وكذلك بزاف ديال المشاكل اللي كيعيشها المغرب. فما ما ما احنا ما جيناش هنايا حبا في الاضراب. كان راسلو سي عزيز اخنوش باش يجلس معنا على طاولة الحوار باش يلقى لي المهنيين شي حل، شي دعم ديال الغازوال ولا شي حاجه. المهم من هرجة هذا رئيس الحكومه، وحنايا غير في الزيادات ماشي غير المحروقات، فلا في مواد ديال لاكريس ولا في السلع ديال المواد الاستهلاكيه ديال المواطن ولا كل شيء. غادي هذا الشيء غادي غا كيتسلسل غا كيطلع. فكنشد رئيس الحكومه باش يلتفت لهذا القطاع ديال النقل ويلقى له شي حل في اقرب وقت. من طبيعه الحال الا تزاد الغازوال حنا اصلا ما غاديش نزيدوا على المواطن، حيت ما بقاش قدنا كاع هذه التسعيره اللي كاينه في هذا القطاع الاغاثه والجر. الا جيتي الانسان في حالة عطب أو في حادثة لا قدر الله كتمشي عنده أصلا هو كيتشكى، فكيدير تزيد المازوت كذا. بقى وقفنا، ما يمكن ما كنحشمو دابا نمشيو عند بنادم راه شحال من واحد أمبان ولا عنده الشغل ديالو، ولكن ما نقدروش نمشيو حيت هذا الغلاء ديال الأسعار ما خلاناش نتحركوا. صافي عينا ما نصبروا، كنعدوا في اللحم الميت كي كيقولوا، ولكن إذا زاد الشيء عند حده انقلب إلى ضده. راه إلا ما داروش معنا شي حل راه المواطن راه ما بقالوش فين يزيد. من طبيعة الحال هذا إضراب وطني شامل، راه الهدف ديالو وهو حماية المواطن من الغلاء. ما يمكن ليناش إلا كان شي واحد في حالة عطاب أو هادي، راه كاين لاسيستونس اللي خدامة حنايا، عاوتاني ما يمكن ليناش نشوفوا شي واحد في الخلا ونخليوه، ما يمكن ليناش. اي واحد سمعناه امبان ولا شي حاجه يمشيو نسعفوه، ما نخليوش هو وليداته. اصلا هذا الاغاثه والجر واحد العمل اللي هو نبيل، وكنتعاونوا مع الناس، ما يمكنش تخلي بنادم. كتدي بنادم حتى للدار البيضاء ولا العيون ولا هذه، وكترجع نتايا كتوصل. هذا هو الهدف ديالنا حنايا، راه ماشي ضروري الربح. الربح راه ما عندناش في هذه الديبوناجات. اصلا الشركات الكبرى وصحاب الشكاير كي كيقولوا ما خلاوناش فينا في هذه، بغاو يقضيو كاع على هاد المهنيين اللي هما عاشوا وكبروا في هاد المهنه هادي، وما عندهم حتى حرف اخرى فين يمشيو. نعم هذا قال لك نتيجه الحرب اللي وقعت بين روسيا واوكرانيا. كنقول لرئيس الحكومه خمس شهور ولا ست شهور دابا كان هاد ما كانش هاد الحرب. فاذا كان هاد الحرب غير هاد الشهر هذا ولا هاد الشيء،
راه حنا نتقبلوه، ولكن هذا الشيء من نهار جات الحكومه وهي غير غادا في الاسعار، غير كتزيد في الاسعار، راه ما يمكنليناش نسكتوا اكثر من هكا. صامد 72 ساعه قابله للتمديد، الى ما كان حتى شي حل غادي نجيبوا ولادنا وغادي نجلسوا هنايا، حنا ما عندنا ما نخسروا اصلا، حنايا جالسين هنا من نهار جات هذه الحكومه وقبل هذه الحكومه ديالها، حكومه العثماني راه فشلات كل شيء. زاد عاوتاني هذه الحكومه كيقولوا لك ربما تشد النفس ديالها وتقبل الطريق الصحيح، لحد الان مازال ما شفنا والو. الاخ ديالي ما خرجنا من الجائحه ديال كورونا اللي ما كانت الدوله عطاتنا حتى شي اعانه لهذا نقل الاغاثه والجر، ما كانت حتى شي اعانه. زادت قله التساقطات المطريه الجفاف، وحنا هاد المغرب اللي عايشين غير من الفلاحه، وهاد المهنيين عايشين غير من الفلاحه، كنقلوا مواد الفلاحه كنقلوا كذا، الشتاء ما كايناش، راه حنا واقفين، المازوت كيغلى، فين غادي تمشي؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. المهنيين مضرين وكيغوتوا ومستعدين يناضلوا حتى لاخر رمق. انا كنقول لك من هاد المنبر ديالكم ما كاين حتى شي قانون كيحمي النقاله، قطاع النقل بصفه هذه. جات كورونا بقى طالع علينا لاسيرونس والضريبه وكل شيء بقى هكاك مستمر، لا ما كاين لا دعم لا والو، وما عمرهم فكروا في الدعم. كنقولوا لهم راه قطاع الديباناج قطاع اساسي شريك مع السلطات المحليه، فكتكون شي حادثه لا قدر الله كيكون الديباناج هو الاول والوقايه المدنيه والسلطه المحليه. فاحنا هذا القطاع ديال الاغاثه والجر مهمش، كنطلب من المسؤولين يشوفوا شي حل ويشوفوا يعيدوا النظر في دفتر التحملات ويصنفوه في شي قطاع اللي يستحق. مستعدين غادي نصعدوا الى ما كان حتى شي حل. احنا بنينا هذه الخزانه هذه، والمهنيين كيتكافلوا بعضياتهم كيتعاونوا، وحنايا مستعدين. جلسنا البارح وباتوا الاخوان هنايا، ما عندهمش فين يمشيوا اصلا، اللي ما عندوش ما يدخل دارو ما عنده فين يمشي اصلا. الرساله ديالنا الرئيس الحكومه كنقولوا له، كنناشدوك من هذا المنبر، من مدينه الاسماعيليه، مدينه المجاهدين، مدينه الرجال، مدينه الاحرار، كنناشدوك تجلس معنا على طاوله الحوار. حنا ما جيناش نديروا الاضراب، وماشي حبا في الاضراب جينا نديروا الاضراب، حنا مع الوقفات السلميه، وحنا مع دوله الحق ودولة القانون. حنا الا جلستي معنا في طاولة المفاوضات، حنا راه ما غادي شيء، راه حنا ما عندناش غرام ديال المشكل، حنا خصنا نجلسوا في طاولة الحوار. حنا كل حاجه جات سلميه كتكون احسن من هذا الشيء التعسفات هذه. وحنايا جالسين هنايا اصلا الوقت مزيره، وزايدين هما كيزيروها علينا، حسبنا الله ونعم الوكيل. شكرا. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.